السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض لكم أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية. تابعونا بعد الفاصل. نبدأ من موقع روداو، حيث يتناول سيف السعدي في مقاله فكر الطبقة السياسية ما بين النزعة الانتقامية والفقه الراديكالي: فشل أحزاب السلطة الحاكمة في العراق بعد 2003 في التعلم من تجارب الحكم السابقة. يستعرض الكاتب كيف تستخدم هذه الأحزاب سياسة الانتقام بدلا من بناء الدولة، مشيرا إلى التأثير السلبي على الاستقرار السياسي والاجتماعي. ويناقش الكاتب أمثلة على سياسات التهميش والإقصاء، مثل إقصاء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ومحافظ نينوى نجم الجبوري، واستخدام سياسة الضد النوعي لتفتيت الكتل السياسية السنية، مما يزيد من الانقسامات ويعمق الفجوة بين مكونات المجتمع العراقي. هناك مغذيات لتشظي الكتل السنية واستمرارها في دوامة، من قبول بعض الفواعل السياسية داخل الإطار التنسيقي واستخدام سياسة الضد النوعي عن طريق تشجيع نواب للانسحاب من هذه الكتلة أو تلك، حتى يبقى الوضع متأرجحاً ما بين هذا وذاك، مرة هنا ومرة هناك. وهذا واضح، وتم تشخيص هذه السياسة المتبعة. لذا فإن أي نائب ينسحب من الكتلة النيابية الأكثر عدداً تكون الموافقة لا مناص منها على طلباته المقدمة إلى رئيس مجلس الوزراء، والتي تتضمن مشاريع كثيرة سواء خدمية أو صحية، وتحتوي على هامش موافق تنفذ مع إعلامي. والسبب معروف هنا، لأن رئيس مجلس الوزراء يريد رئيس مجلس نواب متوافق معه تماماً. النزعة الانتقائية الانتقامية التي تتعامل بها أحزاب السلطة وصل إلى حد التنافس على تشريع قوانين تكرس حالة الانقسام والتشظي داخل المجتمع العراقي. والشعار الذي ترفعه أحزاب السلطة هو نصرة المذهب، والمذهب والقوميات الأخرى والأقليات تفكر بمعادلة رد الفعل وتحويل السلطة التشريعية إلى حلبة تنافس ومزايدات كتلة على حساب أخرى، بالتشريع الذي يخدم مذهباً على حساب آخر. والمتضرر هو المجتمع بكافة أطيافه ومذاهبه وأقلياته، ويحافظ على كيان الأحزاب الفاسدة تحت عناوين طائفية. ننتقل إلى صحيفة صوت العراق، حيث تكتب علا زهير الزبيدي عن تصاعد وتيرة العنف والجريمة في المجتمع العراقي. تتناول الكاتبة أسباب هذه الظاهرة، مشيرة إلى تأثير العوامل الاجتماعية والسياسية والبيولوجية. تسرد أمثلة على الجرائم البشعة التي تحدث يوميا في العراق، مثل قتل المرأة بسبب خلافات مالية وقتل الجار بسبب خلافات تافهة. وتؤكد الزبيدي أن الحكومة العراقية تتحمل جزءاً من المسؤولية من خلال تقاعسها عن سن قوانين فعالة ومحاربة الفساد، مما أدى إلى تدهور النسيج الاجتماعي وزيادة العنف. مما نشهده من تصاعد وتيرة العنف المجتمعي بجهالة فاضحة وعلى أتفه الأسباب: قتل امرأة لعدم تمكن شركائها من تسديد قسط لها، قتل شاب على دراجته النارية لأجل 60,000 دينار، نزاع وخلاف جيران على مجرى مياه قد تجمع بباب منزلهم، قتل طفل بريء جار لهم لأنه مس طفلهم وتم قتله بدم بارد، قتل شاب جاره الشاب لأنه لم يعيره سبير السيارة منذ عام، تعنيف الطلبة الراسبين من قبل آبائهم بشكل يشجعهم على الانتحار، أو هم من ينفذون بهم عملية القتل تحت مسمى الانتحار، كما يتم تصفية بعض البنات من قبل ذويهم ويتم إحالتها على أنها حالة انتحار، قتل بعض الأبناء لأهاليهم
بتحريض استهتاري بسبب التطرف الفكري والإدمان الذي يتناولونه، إضافة إلى الاغتيالات العلنية التي تنفذ داخل الشوارع والمنازل بدم بارد وباحترافية عالية لتصفيات سياسية واضحة. السؤال هنا، مما كل ما أنف ذكره من أسباب وأمثلة على تصاعد وتيرة العنف، هل سببها الأدوات الاستعمارية المتطرفة لوحدها، ولما ينحصر تأثيرها على بعض الأشخاص دون آخرين؟ نواصل مع صحيفة كتابات، حيث يكتب ماجد زيدان عن فضيحة جديدة تتعلق بالدراسات العليا في العراق. يكشف الكاتب عن حالات احتيال في منح شهادات الماجستير من جامعات غير معترف بها مثل الجامعة الإسلامية في إحدى دول الجوار. يوضح زيدان أن هذه الشهادات تفتقر إلى الرصانة العلمية وتباع بآلاف الدولارات، مما يؤدي إلى انتشار الكوادر غير المؤهلة في المؤسسات الحكومية. ويطالب الكاتب وزارة التعليم العالي ولجنة التعليم النيابية بوضع حد لهذه الممارسات وتدقيق الشهادات الممنوحة من الخارج لضمان جودة التعليم. مرة أخرى زكمت الأنوف، فضيحة جديدة للدرجات العليا فاحت رائحتها العفنة من نيل رسالة ماجستير لطالب عراقي وثائقها على طاولة اللجنة النيابية. الرسالة باللغة الإنجليزية، ولكنها كتبت باللغة العربية، وتم نيلها من إحدى الجامعات الأهلية في إحدى دول الجوار، من الجامعة الإسلامية التي تم تعليق القبول بها قبل 3 سنوات. هذا ما أعلنه النائب حيدر المطيري، عضو لجنة التعليم النيابية في مجلس النواب العراقي، بالصوت والصورة. سمعنا الكثير عن الدراسة في بعض دول المنطقة وجامعاتها التي تفتقد إلى الرصانة العلمية والأهلية لمنح هذه الشهادات وغيرها، وتباع الشهادات فيها بآلاف الدولارات في استغلال بشع للعراقيين ومنحهم ألقاب علمية ليطلق عليهم لاحقاً كوادر تتبوأ مكانتها في السلم الوظيفي للدولة وفي المجتمع، وبالتالي إشاعة عدم كفاءة الأداء المهني في مختلف المفاصل. إن هذه الفضيحة ينبغي أن لا تمر مرور الكرام، ولجنة التعليم النيابية ووزارة التعليم العالي يتحملان المسؤولية ليس بوضع حد لها، وإنما بتدقيق الشهادات التي حصل عليها العراقيون من الخارج، وخصوصاً من البلدان التي عرف عن بعض جامعاتها التزوير وبيع الألقاب العلمية، ومحاسبة كل من اقترف هذا الارتكاب وتحميله الضرر الكامل الذي ألحقه بالعراق. ننتقل إلى موقع عربي 21، حيث يكتب محمد جميل عن احتمال إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع جالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية. يوضح الكاتب أن حكومة كير ستارمر البريطانية قررت عدم التدخل في عمل المحكمة، مما يعزز من إمكانية إصدار هذه المذكرات. ويناقش جميل ردود الفعل المختلفة، بما في ذلك غضب واللوبي الصهيوني في بريطانيا، ويشير إلى أن هذا القرار يعكس تغيرا في السياسة البريطانية تجاه إسرائيل. ويؤكد الكاتب على أهمية تقديم الحكومة البريطانية لشرح واف للمحكمة لتعزيز جهود وقف الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. الحكومات البريطانية المتعاقبة توارثت الظلم التاريخي الذي وقع على الفلسطينيين، ولم تقم أي حكومة بأي إجراءات لإزالة هذا الظلم، بل جميعها حشد كافة أنواع الدعم لدعم حكومة الاحتلال. حكومة حزب العمال الجديدة، إضافة إلى وراثتها الظلم التاريخي، فهي ترث الآن اليوم حملاً ثقيلاً من تهم اشتراك الحكومة السابقة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. كان ينبغي على الحكومة الجديدة تكفيراً عن الذنب
ألا تكتفي بسحب الطعن بل أن تقوم بتقديم شرح واف للمحكمة لماذا قامت الحكومة بسحب الطلب. وهذا مما لا شك فيه يضعف موقف المعادين لاختصاص المحكمة، كما يتوجب على الحكومة القيام بخطوات أكثر جرأة لتعظيم جهود وقف الإبادة من قبيل وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل بكافة أنواعها. وهذا هو الأهم، فمعاناة السكان في قطاع غزة أصبحت لا تطاق، وحكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو أصابها الجنون بسبب الدعم الذي تتلقاه من دول الغرب الاستعماري. نختم مع صحيفة واشنطن بوست، حيث يكتب أيشان ثارور عن الكارثة الإنسانية في السودان. يقول الكاتب: إن الأزمة لا يمكن وصفها إلا بصيغ المبالغة، مشيرا إلى أكبر نزوح جماعي وأزمة جوع وأزمة تعليم في العالم. يناقش ثارور تأثير الحرب الأهلية المستمرة منذ 15 شهرا على المدنيين، مبينا عدد الضحايا الكبير ومعاناة السكان من الجوع والاغتصاب والانتهاكات. ويستند الكاتب إلى تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتسليط الضوء على الفظائع المرتكبة، مؤكدا فشل المجتمع الدولي في تقديم الدعم الكافي لوقف هذه الكارثة. تقول الأمم المتحدة إن حوالي 750 ألفا على حافة المجاعة، وربط المسؤولون الغربيون ما يتكشف في السودان بما جرى في الصومال عام 2011، حيث مات ربع مليون شخص، ربعهم من الأطفال. وفي السودان هناك حوالي 11 مليون نازح أجبرهم القتال الدائر على ترك مدنهم وقراهم. وفي السودان أكبر أزمة جوع في العالم، حيث يعاني 26 مليون نسمة و600 من انعدام الأمن الغذائي، أي أكثر من نصف السكان. واعتبرت 14 منطقة في السودان أنها تواجه خطر المجاعة. من جهة أخرى، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن عمليات الاغتصاب التي لا تحصى، التي يرتكبها مقاتلو الدعم السريع ضد بنات صغيرات لا تتجاوز أعمار بعضهن 9 أعوام. واستندت المنظمة على روايات نساء وبنات من مناطق في العاصمة الخرطوم سيطرت عليها قوات الدعم السريع، وتكشف أن الكثيرات منهن اختطفن وعذبن وسجن وتم تحويلهن إلى رقيق جنسي، وتم اغتصاب نساء وهن يحاولن حماية بناتهن. وأخبرت بنات مقاتلي الدعم السريع أنهن متزوجات ولسن عذراوات في محاولة منهن لمنع الاعتداء عليهن. وقالت مديرة القرن الإفريقي في منظمة Human Rights Watch لاتيتيا بادر: قامت قوات الدعم السريع باغتصابات جماعية، وأكرهت النساء والبنات على الزواج في المناطق السكنية بالعاصمة السودانية الخرطوم. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة.
هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. ونبقى مع السودان ونقرأ تقريرا مع صور تختصر كل مآسي الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل نيسان من عام 2023 في السودان، بالخيام الكثيرة المنتشرة في معظم ولايات البلاد، وعدد كبير منها منصوب على أراض زراعية في مناطق ريفية. المأساة الأولى الماثلة أمام عيون الجميع في العالم هي النزوح القياسي داخل البلاد الذي تقدره الأمم المتحدة بأكثر من 9 ملايين شخص، وهو أكبر عدد سكان نزحوا داخليا جرى الإبلاغ عنه على الإطلاق. بين جوانب الخيام الكثيرة تتعدد مظاهر باقي المآسي في السودان، فيظهر افتراش الأرض مثلا الحالة السيئة جدا لسكانها بعدما تركوا خلفهم أو ربما خسروا بالكامل ما كانوا يملكونه، وانحدارهم بالتالي في درجات البؤس والفقر ما ينذر بالتأكيد بحصول مآس أخرى. ويمتزج العوز المادي بفقدان أمل العودة إلى أوضاع ما قبل الحرب التي لم تكن جيدة أيضا، وعدم القدرة على التكهن بالمستقبل خصوصا بالنسبة للأطفال. ومن مظاهر الأواني الفارغة الموضوعة خارج الخيام يمكن تلمس زحف الجوع إلى الناس، والذي تحذر تقارير من انتشاره على نطاق واسع وصولا إلى مواجهة 20 مليون شخص، أي ما يعادل 42% من مجموع السكان، مخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد. والآن مشاهدينا نشاهد معكم تقريرا اخترناه لكم من مواقع الصحف. அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து கவனிக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னா, முதல்ல நீங்கள் போனோடனே அவங்க வெனமஸா, நான் வெனமஸா, மைல்டி வெனமஸா. ஸோ இந்த மூணு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட ஹேண்ட்லிங்கும் மாறும். மேஜர் இம்பார்ட்டண்ட் வந்து ஒரு ரெஸ்கியூவருக்கு வந்து பைட் வாங்கக்கூடாது ஒன்று. ஸோ அதோட பைட் வாங்கக்கூடாதுன்றத விட நீங்கள் போனதே வந்து பாம்பை காப்பாற்ற, இன்னொன்று அந்த பாம்பை சுற்றி இருக்க மனுஷங்களையும் காப்பாற்ற. சுற்றி இருக்கவங்களுக்கும் எதுவும் ஆகாமல், பாம்புக்கும் எதுவும் ஆகாமல், எந்த அளவுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ரெஸ்கியூ பண்ணி சேஃப்டியாக ரிலீஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லது. ஸோ அப்போ தான் நம்ம வந்து ஹியூமன் அனிமல் கான்ஃப்ளிக்ட்டை வந்து அந்த இடத்துல வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். மேஜராக ஹியூமன் ஸ்னேக் கான்ஃப்ளிக்ட் அதை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். وبهذا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.